حياكم الله ويانا مشاهدينا متابعينا في حلقة جديدة من برنامج هيلثي لايف. اليوم راح نتكلم عن آخر عامل أو آخر تقنية المفروض يمشي عليها لاعب أو اللاعب الرياضي المحترف اللي بيوصل حق أعلى أداء رياضي أو أعلى مستوى بدني. وأيضا راح نتكلم وياكم أو راح نحط لكم بعض التمارين بالفقرة الرياضية اللي تقدرون تسوونها بالوقت يناسبكم سواء بالنادي أو خارج النادي. في الحلقات السابقة تكلمنا عن وايد تقنيات أو وايد أمور، كانوا تقريباً 7 تقنيات لازم يعتمد ويركز عليها الإنسان الرياضي المحترف عشان يوصل حق أعلى مستوى رياضي. راح نذكر لكم إياها باختصار. أول شيء تكلمنا عن تمارين المقاومة، كان في نوعين من هذه التمارين، الثقيلة والخفيفة اللي تعتمد على الأوزان واللي تعتمد بس على هنقول تمارين مقاومة معينة أو خفيفة مثل السباحة وغيرها. الشغلات الثانية اللي تكلمنا عنها اللي هم الأساليب النفسية أو الذهنية، أيضاً الدعم الطبي، هذه الأربع أمور. أيضاً تكلمنا عن التغذية الرياضية، هذه الخامسة. تكلمنا عن أساليب الاستشفاء، هذه 6. وتكلمنا 7 عن البايوميكانيكس أو عن السكيل ترينينج. اليوم عندنا الثامن، الشيء الثامن أو العامل الثامن واللي هو يعتبر جداً مهم واللي هي المكملات الغذائية. في وايد هنقول دراسات، في وايد لغط أو في وايد كلام على أن الإنسان ما يحتاج مكملات غذائية إذا هو كان قاعد يمشي على هنقول جدول غذائي سليم ويغطي كل احتياجاته. اللي لازم نعرفه من خلال الموضوع هذا أن الإنسان الرياضي المحترف يختلف بشكل كبير جداً عن الإنسان العادي أو الإنسان اللي بس يمارس الرياضة كلايف ستايل أو كأسلوب حياة. ليش؟ لأن المجهود البدني، الضغط، الاسترس، النوم، الأمور كلها أساليب الاستشفاء. العوامل 7 اللي تكلمنا عنها كلها، الضغوطات اللي تحوشها أثناء التمرين تختلف بشكل كبير عن الإنسان العادي. عشان كذي عادة يكون في ديفيسيت أو في نقص في بعض الأمور اللي لازم يحتاجها الإنسان الرياضي المحترف بشكل يومي بجدوله الغذائي. وهني دور المكمل الغذائي. في امور صعب ان الانسان يحصلها اذا كان مجهود البدني جدا عالي اللي قاعد يؤديه. اغلب الرياضيين المحترفين ما يقل مده تمرينهم عن 6 ساعات باليوم. فمن خلال هذا التوتر اللي يحوشك، من خلال ارتفاع هرمون الكورتيزول، من خلال المجهود العالي، من خلال خلينا نقول حرق السعرات الحراريه العاليه، الجسم يفقد العديد من الامور مثل البروتينات، الفيتامينات، المعادن. فعشان كذي يحتاج انه هو يكملها من خلال المكملات الغذائية. أيضا الجسم في بعض الأمور ما ينتجها مثل البيتا ألينين واللي هي دائما تعطي نقول الرياضات اللي تحتاج قوة قصوى أو سرعة قصوى أداء أفضل من لو أنت ما تأخذها. نفس الشيء بالنسبة حق الكرياتين، صعب أن أنا أحصل على الجرعة خلينا نقول اللي توصلني حق أعلى طاقة أنا أقدر أوصلها من خلال العضلة ومن خلال الخلية من خلال بس الأكل. فهذه الأمور الإنسان الرياضي المحترف دائماً يحتاج أنه هو يدخلها بجدولة الغذائي، وعادة تكون من متخصصين في مجال التغذية الرياضية عشان تكمل جدولة الغذائي وما يكون في أي خلينا نقول نقصات أو في أي دفست في أي من المعادن هذه، وبالتالي راح ينتج عنها نزول في مستوى، نزول في أداء. إذا كان في عنده نقص في بعض الفيتامينات أو في بعض المعادن راح نشوف مثلا ممكن يكون عنده خمول في قله بعمليه الاستشفاء وما الى ذلك. عشان كذي لازم نفرق اول شيء عن ان الانسان الرياضي المحترف يختلف خلينا نقول طريقه واسلوب حياته وتمرينه عن الانسان الرياضي العادي. ممكن الانسان الرياضي العادي يستغني عن بعض او يستغني عن المكملات الغذائيه. الشيء الثاني، حاليا المصادر الغذائيه ما تكون أورغانيك أو طبيعية 100% مثل نقول السابق. عادة على ما يوصل لك الأكل ما يكون مخزن، يكون مجمد، يكون أياً كان، ما يكون طالع من مصدره الأساسي لنفس الوقت يكون يعني نقول فرش أو أورغانيك إنك تأكله بنفس الوقت. عشان كذي القيمة الغذائية حق الأكل نفسه أقل بكثير من السابق. عشان كذي لازم نركز على أن المكملات الغذائية الإنسان الرياضي المحترف لازم ما يتجاهلها ولازم يدخلها بجدول التدريب، ولازم يكون هذا عن طريق إنسان مختص على أساس ينظم له الموضوع هذا.
وصلنا وياكم مشاهدين إلى الفقرة الرياضية. في هذه الفقرة راح نشتغل على تمارين الأكتاف اللي راح تاجه منكم الدامبل بس والبنش اللي راح نشتغل عليه. تمرين اليوم راح يكون عبارة عن جاينت ست أو جولة عملاقة. في هذا النوع من التمارين نسوي أكثر من تمرين بحق أكثر من عضلة. عضلاتنا الثانوية راح تكون عضلات المعدة، راح ندخلها في هذا التدريب، وأيضا آخر شيء راح ندخل الترايسبس ويانا في تمريننا. عشان كذي التمارين هذه كلها راح نشتغل لها من تمرين إلى ثاني بدون لا نريح. بعد ما نخلص جولتنا الكاملة نقدر نريح دقيقتين إلى ثلاث دقائق. عندي اليوم خمس جولات. اللي راح أسوي أول شيء راح أقعد على البنش أو على الكرسي، أخذ وزن ما يكون وايد ثقيل، وزن يكون شوي مناسب حق 12 تكرار. أخلي إيدي بالطريقة هذه يم ريولي من برا، راح أصعد بالوزن وألف الوزن لفوق. بهذه الطريقة أنا قاعد أشغل كتفي الأمامي. راح أسوي 12 تكرار، أحاول قد ما أقدر أن أنا ما أحرك ظهري في كل مرة أرفع فيها الوزن لفوق. نخلص من 12 تكرار، بعدين راح ندش على طول تمرين معدة بدون لا أريح بين التمارين. تمرين المعدة اليوم عبارة عن ماونتن كلايمبرز. راح أجي على الأرض وأفرد إيدي بالشكل هذا وأسحب ريل وأنزل أسحب الثانية. راح نسوي 20 تكرار، راح أسويها الحين بشكل سريع. لين أخلص العشرين تكرار، طبعاً واحد يمين اثنين يسار لين أخلص العشرين. بعدها مرة ثانية راح نصعد فوق وراح نشتغل كتف جانبي. أفرد ظهري بالشكل هذا وأرفع الوزن بالطريقة هذه، وراح أسوي 12 تكرار. أخلص بعدين مرة ثانية راح أشتغل على تمرين المعدة. هالمرة راح أنسدح بالأرض وراح أرفع ريل الثنتين بالشكل هذا، أفرد ألف يمين ويسار لين أخلص العشرين. خلصنا العشرين تكرار، بعدين عندي آخر تمرين كتف، وبعدها راح ندش تمرين الترايسبس. أمسك الدامبل بالطريقة هذه، أفتح كوعي لبرا وأرد وأسوي 12 تكرار بالشكل هذا. نخلص من 12 تكرار، بعدين راح نرد مرة ثانية على الأرض، راح أستخدم وزن جسمي، أفرد ريلي بالشكل هذا، أنزل وأصعد، أفرد إيدي بشكل كامل. راح أسوي 6 بالطريقة هذه، بعدين أعكس مرة ثانية أسوي 6 بالطريقة العكس. خلصنا كذي أول جولة. نقدر نريح من دقيقتين لثلاث دقائق، بعدها نرد نعيد لنخلص 5 جولات حق تمرين اليوم. إن شاء الله أنكم استفدتوا من هذا التمرين، نشوفكم إن شاء الله تمارين جديدة. مع السلامة.